بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مقالي اليوم بعنوان: كنت أتمنى لمربي الأرانب المبتدئ نقل كل المعلومات المعرفية مرة واحدة. طبعا من واقع ممارساتي في الشغل وتجهيزاتي السابقة عشان أدخل في مشروع إنتاج الأرانب كمشروع، يعني أنا بدأت فيه كمشروع، ما بدأتش فيه كمربي مبتدئ في 4 أمهات وعشر أمهات وكلام، ولكن جهزت له قبلها بسنة أو بأكتر من سنة، لأن كان في دماغي، أنا كنت موظف في شركة، وكان في دماغي ان انا احترف الشغلة دي لاني حبيبها شكلا ورغبة، وعشان ما عنديش مكان اربي فيه ولا امكانيات مادية، فكنت بجهز نفسي عشان لما تيجي الفرصة المناسبة واجي انا ابدأ المشروع ده واشتغل فيه، اشتغل فيه عن علم، ما لما اخذه ما اشتغلش فيه بقى اربي في بلاليس وفي ركان وفي الارض والكلام ده. فكنت عشان اجهز نفسي بنقرا. انا اساسا ما كنتش من سنين وانا صغير ما كنتش في دماغي موضوع القرايه ده خالص، ولكن انا عشان ناوي اعمل مشروع لازم امهد له بايه؟ بالمعرفه. والمعرفه دي مش شرط عشان الارانب بس، عن اي حاجة انت ناوي تعملها مشروع جديد، اي حاجة تخطر على بالك، حتى لو هتأجر محل لازم تعرف المحل ده موقعه فين وهيجيب لك عائد ولا لا، هيجيب لك زبون ولا لا. فكنت بجهز نفسي وانا كموظف، وكنت بشتغل مندوب، اسافر محافظات وبلاد واتسوق وحاجات زي كده. فكنت بعد ما بخلص شغلي بروح لكنت، فكنت بحصل على الكتب او المذكرات الخاصه بتربيه الانتاج الارانب واقراها وانا في الديزل او وانا في الاتوبيس او وانا في اللوكاندا بعد ما بخلص شغلي. قعدت نقرا لسنه او لاكتر من سنه، فتكونت عندي الفكره وعرفت وشفت حاجات ما كانتش تخطر على بالي، قياسا بالتربيه الارضي اللي هي لا مؤاخذه ماشيه، يعني ارمي اكل وشرب وخلاص. فعشان كده للي انا قريته ده عايز انقله للمربي المبتدئ ايا كان، سواء هاوي او عاوز يعمل مشروع. ليه؟ لان اللي يسري على ارانب المشروع بيسري على أرانب الهاوي، يعني الأمراض اللي تيجي للأرانب المشروع هتيجي للأرانب الهاوي، العدوى اللي تيجي من أرانب المشروع تيجي من العدوى من أرانب الهاوي، حتى لو ما كانش أرنب، لو كان قط مثلا أو كلب برضو ممكن ينقل العدوى للبني آدم، أمراض معينة زي الجرب مثلا يعني. فأنا كنت أتمنى إن كل المعلومات دي أنقلها للمربي كجرعة، لكن مش هيقدر يستوعبها كلها في وقت واحد، مش هيقدر يهضمها، وممكن تسبب له طول الشرح والكلام في الموضوع ده ممكن يسبب له الملل يعني. فأنا بحاول بقدر الإمكان إن أنقل له المعلومة أو المعلومات في فيديوهات كجرعات منفصلة، بس كل جرعة بنزلها بمعلومة أو معلومات تفيده، ولعل الكلام ده يكون في الصدق والقبول. وإلى لقاء قادم بمشيئة الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.